مرحبا، معنا مارك وإميل بالستوديو وامدا. كيفكن؟ منيح، وانت؟ كيف ملاقيين عربنات لهلا؟ عن جد كتير في يعني اكشن، كتير حبيناها يعني سو فار. انتم مؤسسين ابلكيشن، تطبيق للتليفون عن الصحافه المدنيه اسمه Sign.al هو اليو ار ال. اوكي، سو اثنيناتكم اسستوها مع بعض؟ مزبوط. خبرنا شوي من وين اجى الانسبيريشن، الوحي لحتى تبلش هيدي الفكره. اول شيء انه لاحظنا انه كل ما يكون في شيء عم بيصير مهم، مثلا مثل مظاهره او حريق او اكسيدان، دائما مثل مننطر لل بيسيكلي التي في لسنترلايز نيوز سيستم، يعني شركه نيوز تجي هي وتصور وتاخذ صور من العالم وترجع تفرجيهم. قصدك الاعلام التقليدي مينستريم ميديا؟ اكزاكتلي. بقى نحن فكرنا انه ليش ما دغري بناخد، بما انه صار معظم العالم تستعمل سمارت فونز، ليش ما دغري بناخد هالصور ومنفوتها بسيستم نقدر نحن نشوفها؟ لكن سيجنال كابليكيشن هي عبارة عن صور، ستريم صور وعناوين لها. مزبوط. هلا اي طريقة اللي بتشتغل هي انه اول ما اشوف شيء عم بيصير بفتح الاب، بفتح الكاميرا بالاب، باخذ صور او سيريز اوف بيكتشرز، كذا صوره، وبحط لها تايتل. هلا هي اوتوماتيكلي بتلقط الموقع تبع الحدث، بس انا زالت اكسيدام نعرف باي ساعه واي وقت دغري لحالها وباي موقع، وبترجع بتفوت بسيستم، بتفوت بلبنان لان هي صارت بلبنان. بقى بصير كل يلي عم بشوف الاخبار يلي بلبنان بصير فيه يشوفها، واذا عجبته بيعمل فوت، ومن خلال هالفوتس بصير كمان فينا نعرف دغري اول ما تفتح الاب تشوف شو هن اهم اخبار صاروا بلبنان، بمصر او بامريكا او باي بلد تاني، كله معموله وفوتد من العالم. يعني اميل، بدي اسالك تقنيا اكثر، شو المميزات للتطبيق؟ هلا احنا بسيجنال جربنا نعمله تنحافظ على كواليتي، على نوعيه المعلومات اللي بسيجنال، فركزنا انه على الصور تكون جيو تاج، يعني كل صوره عندها الموقع اللي اتاخذت فيه، مش موقع الشخص اللي المطرح ما طلعه، يعني هي بتتصور بلبنان، تنقول بهالمنطقه بلبنان، بنحافظ على مكان الصوره وعلى الوقت المزبوط. وهي اشتغلنا عليها من القصص التكنيكال، بالقصص تكنيكاليتي يعني. أوكي. وكمان اشتغلنا على شوتينج مود معين، انه بتقدري تصوري 5 صور بسرعه، يعني فيك بظرف ثانيه تكوني صورتي 5 صور، كتبتي تايتل وصاروا اونلاين بثواني. ما في ولا شكل من المونيتورينج، من المراقبه على نوعيه الصور اللي عم تطلع؟ طبعا. هلا كل سيجنال اللي هي يعني كل خبريه احنا بنسميها سيجنال، كل سيجنال يو كان ريبورت ات، الكوميونتي كان ريبورت ات، مثل كوميونتي بيس سيستم بتعمل ريبورت لهالخبريه، نحن بنراجعها وبنشوف شو السبب. يعني وين يو ريبورت سمثينج بتقولي لا انه في مثلا سكشوال كونتنت، في عنصريه، شو بتعملوا بهيدا الحاله اذا طلع فيه؟ يعني بنبعت وورنينج لليوزر حسب الكيس، يعني فينا نشيل الصوره، فينا نشيل اليوزر، فينا نشيل الصوره واليوزر دغري حسب التيرمز تبعنا. يعني اذا بتخالف التيرمز تبعنا بنشيل الصوره، ويا بنشيل اليوزر يا بنبعث له وورنينج، باي كيس يعني. بس هي انتم شاركتوا بالايديا ثون بعربنات صح؟ شو النكست ستيب؟ هي قبل كل شيء قلنا نحن سنة تقريبا عم نشتغل على سيجنال. هي الاب نحن صرنا عم نستعملها برايفتلي، قريبا رح نعملها لونشينج بلبنان. يعني صارت تقريبا حاضره من هلا لتقريبا شهر ماكسيمم بتكون بالاب ستور اللبناني، وبصير فينا نشوف اكثر على الصعيد الوطني شو اللي عم بيصير، كيف عم بياخذوها العالم. انا اوريدي يعني صار عنا كثير بوزيتيف فيوز، حتى عالميا عم بيحبوها، يعني نزلوا عنا ارتكل بالول ستريت جورنال لانه حبوها كثير وغيره. وهلا وجبنا فاندنج كمان، نحن مكتبنا بالبيري تك وفاندد باي البيري تك كمان، كثير بيساعدونا. كيف ناويين يعني بهذا المجال؟ صار في كثير ويب سايت، صار في كثير ابلكيشن عم بيشتغلوا بهذا الشيء، يعني اكثر شيء فينا اول شيء بيخطر على بالي لما تقول
ستريم صور وبريكنج نيوز ومايكرو بلوجينج وقصص عم تمرق بسرعه هو تويتر. مزبوط. وفيسبوك. مزبوط. يعني في كتير صار وسائل تواصل اجتماعي موجودة. كيف انتم مجربين تميزوا حالكم عن هول؟ يعني ليش انا بدي استخدم سيجنال بدل ما حط الفيد تبعي على تويتر؟ مزبوط. هلأ على الموبايل في إذا بدنا نقول الإكويفلنت تبع تويتر هي إنستغرام، كمان بيزد على الفولوورز بس بيورلي بيكتشرز. هلأ فينا نشوف كمان أنه في عندك ويب سايتس مثل ريديت أو ديج كمان منا بيزد على كمان اللينكس بيعملوا شير لللينكس مثل تويتر بس منا بيزد على فوتس. فنحن الفرق انه اذا في شيء مثلا مظاهره عم بتصير هلا وما معنا خبر فيها على شيء 3 كيلومتر بعيد عنا، تويتر ما بيخبرنا الا اذا الثائب تلاحق حدا موجود بالحدث او اذا بعرف بالموضوع بقدر اعمل سيرش لهالموضوع شوف شو عم بيصير، بس بدي لازم اكون اوريدي عارف انه في مظاهره او اذا في حريق او اذا في اكسيدان. بالسيجنال اول ما واحد يلتقط هذيك الصوره والصوره مهمه اوتوماتيكلي بيجيك نوتيفيكيشن وشيء قريب عنك عم بيصير، وهذا الشيء ما فينا نعمله من خلال فولوور سيستم ولا من خلال فريندينج سيستم مثل فيسبوك وتويتر يلي هن اكثر مشان العالم اذا بدي اخبار عنك او عن براند او عن شركه ساعتها بستخدم كذا، بس اذا في شيء عم بيصير ببلدي ما هدول السوشيال نتوركس منه سوتابل منه معمول لهالشيء. يعني انا مثلا على سيجنال ما فيني انقي كاتيجوري المواضيع نوعيه المواضيع اللي انا بدي اعرف فيها اللي بدي اياها توصلني، يعني رح يوصلني كل شيء فرد مره، ما فيني اعمل ما فيني انقي ليست مثلا بس للاسس السياسيه الامنيه الفنيه اللي خاصه بالستارت ابس. يعني اوكي هلا يعني مثل كأنك فتحتي أي جريدة فيك تشوفي أهم أخبار صارين بلبنان. نحن هلأ عم نشتغل أكتر شيء على أهمية الخبرية أكتر من أنه شو نوعها. هلأ إذا مهمة نحن نعتبر أنه لو كانت بشو ما كان ممكن تعجبك لأن فيها فوتس أكتر. هلأ إفنش اللي فينا نقسم طبعا كيف بيعملوا بكل جريدة في أقسام للرياضة للكذا بدنا نعمل الكاتيجوريز أكيد، بس أنه هي رح يصير يشبه شوي الهاشتاغ. أوكي بخصوص هالموضوع إحنا فينا من دون الهاشتاغ يعني عنا السيستم طبعاً بيقدر to derive the type of the story يعني من الكونتنت تبعه الالغوريتم تبعنا بيقدر يقلنا كل ستوري belongs to اي كاتيجوري اذا بدنا نفتح كاتيجوري. اوكي قديش متوقعين يكون في اقبال على الابلكيشن بلبنان؟ او كثير صعبه يعني نعرف، بس هي فري اب وراح تضل فري، هذا الشيء طبعا بيساعد كثير. يعني نحن ما بيهمنا ندفع للابلكيشن، بيهمنا انه العالم اكثر يكون عندهم اكسس للنيوز ويقدروا كمان هن كمان يفرجوا يصير عندهم صوت يفرجوا شو عم بيصير حواليهم. ف ما في اعطي ارقام طبعا ما بقدر، بس متوقعين كثير ولا يور هازيت؟ هلا هو لهلا كثير عم بيجينا بوزيتيف فيدباك بقى مشان هيك انه بنتوقع انه يكون شيء منيح. بعد ما فينا نعرف بعد ما عندنا ارقام بس اكيد نتوقع شيء منيح. يعني حاسين انتم انه الشعب اللبناني السوق اللبناني بحاجه لهيك ابلكيشن هو خصوصا السوق اللبناني اكثر شيء عنده يعني اكثر ابس بوبولر هن الاخبار يعني اكثر من اي شيء ثاني بقى واللي بيستهلك اخبار كثير بيهمه يكون عنده ديفرنت سورسز ما يعتمد على شركه واحده او شيء بقى بجرب قد ما في ينزل ديفرنت وهيدي الحلو فيها انه بالسيجنال انه مش انه سنترال مش انه شو راي هالشركه شو راي سيجنال ما عنده راي هن العالم يلي عم بيفوتوا داتا وكفري اب اكسترا اب يقدروا يشوفوا غير نوع اخبار ما لنا موجوده على الاخبار اكيد في انسنتيف كثير كبير انه ينزلها ونفس الوقت اذا هو هي وونتس تو ريبورت سمثينج مش ضروري مثلا يبعثها للسي ان ان اي ريبورت او شيء كذا اوتوماتيكلي بتفوت بالسيستم خلي العالم حواليهن ينقوا اذا مهمه مش انه شركه وحده او مارك واميل ميرسي لانه حكيتوا مع سيدي ومضى وبالتوفيق ان شاء الله. ميرسي لك ميرسي.